السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولاي أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بخير. يا أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد في تصميم واجهات المشاريع الاحترافية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. وهذه الأعمال تناسب أي مجال أو أي تخصص أنت شغال عليه. ويلا مباشرة لحتى نبدأ بلقائنا المتميز لهذا اليوم. أهلا بكم أصدقائي مرة تانية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت وفي تصميم الواجهات الاحترافية للمشاريع. بعد ما قمنا بتشغيل البرنامج رح أنقر باليمين وبنتوجه إلى تخطيط وبنختار شريحة فارغة لحتى نبدأ بالعمل مباشرة. رح أتوجه إلى موقع البيكسباي ومحضر خلفيتين. هذول الخلفيات رح نبدأ ب أو صورتين رح نبدأ بالعمل عليهم. طبعا أنت بإمكانك تتوجه إلى وصف الفيديو وتنقل على الرابط وتتوجه إلى موقع البيكسباي وتحمل أي صوريات تناسب وتلائم مشروعك. رح ننقر باليمين وبتوجه إلى نسخ الصورة وبرجع إلى برنامج باوربوينت. رح أنقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق الخلفية وبجي بختار تعبئة بصورة أو شكل نسيجي وبختار صورة من الحافظة لحتى يقوم البرنامج بتعبئة الشريحة كاملة بالصورة اللي قمنا بنسخها من الموقع. بإمكاننا نتوجه إلى التأثيرات الإضافية ومن تحسين الصورة بقلل السطوع عشان أعطيها عتامة بعض الشيء، لأني رح تكون هي عبارة عن خلفية فقط لا غير. رح نتوجه الآن إلى أدراج ومن أشكال رح نختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة. أضغط مفتاح شيفت وبنكر مع السحب لأرسم مستطيل معي ولتكن بهذه المساحة، وبقلل من انحناء الزوايا وليكن معي بهذا القدر. بتوجه إلى الخصائص ومن الحجم بجي بختار الاستدارة وبجعلها بنسبة 40-45 درجة ليكون معنا بهذا الشكل. خلنا نصغر شوي واختار منه كنترول زائد دي أي شكل آخر. أضغط كنترول مع شيفت وبنوسع الشكل شوي حبا، وبنختار على سبيل المثال يكون معنا وليكن، خلني أكبر كمان حبة إضافية، وليكن معنا مثلا بهذا الموضع. الشكل الثاني الصغير بضغط كنترول مع شيفت ايضا وبنكبره حبة اضافية فقط لا غير، وبنختار يكون مثلا معنا بهذا المستوى وبهذه الموازع. رح نحدد الشكلين وبختار الالون بدون اطار. نتوجه الان الى ادراج ومن اشكال نختار المستطيل وبنقر مع السحب لارسم مستطيل على قدر المساحة الزائدة من الاشكال. أضغط كنترول وبنكر مع السحب لحتى أنا أرسم أيضا مستطيل آخر بهذا الشكل، وبعمل كمان ديبليكيت لأن عندي أنا شكلين، أقوم أيضا بتكرار المستطيل وبجعل المستطيلين فوق بعضهم البعض. هذا الشكل رح أختار له شفافية عشان يبين معي حواف الشريحة بأي مكان بالضبط. وكمان بتوجه إلى أدراج ونختار أيضا المستطيل وبنكر مع السحب لأرسم مستطيل أيضا يغطي أو يظلل المساحة المتبقية من الشكل. وكل هذه الأشكال بحددها وبختار لها بدون إطار. الآن رح أحدد الشكل الكبير. أضغط مفتاح الكنترول أو الشيفت والشكل المستطيل الأول وبضغط على دمج الأشكال وبنختار الطرح. برجع بحدده مرة تانية مع مفتاح الكنترول أو الشيفت وبحدد الشكل المستطيل الثاني من الجهة الثانية وأختار أيضا طرح. برجع كمان بحدد معي هذا الشكل المتبقي مع المستطيل يلي هو بالأمام وبختار أيضا طرح، وبنحدد الشكل الصغير ومع المستطيل الأخير، وأيضا كمان بنختار من تنسيق الشكل كمان بنختار معانا طرح لحتى يتبقوا معي الأشكال بهاي المساحة بالضبط. رح نحدد الشكلين وبختار منهم كنترول زائد دي وبتركهم على طرف رح نحتاجهم بعد شوي. الشكل الأول والشكل الثاني بختار منهم كنترول زائد إكس، يعني بعمل قص لهذول الشكلين الموجودات يلي قمنا بضبطهم ورسمهم بهذه الطريقة. رح نتوجه إلى قائمة العرض ومتوجه إلى الشكل الرئيسي للشريحة. بجي بحذف من أي شريحة كانت ما عندنا مشكلة، وبعمل لصق للأشكال بهذا الموضع بالضبط. بتوجه إلى إدراج عنصر نائب وبختار صورة وبنكر مع السحب عشان أضيف مربع إدراج صورة يكون معي بهذا الشكل تمام ويكون محتضن الأشكال، وبعطيها نقل إلى الخلفية. الآن بحدد الشكلين مع بعضهم البعض ومن دمج الأشكال بنعطي اتحاد عشان يكونوا معي شكل واحد.
تمام. الآن بحدد عنصر نائب الخاص بالصورة، أضغط مفتاح الشيفت وبحدد الشكلين اللي قمنا بدمجهم كشكل واحد، وأيضا برجع بختار التقاطع. ممتاز جدا لحد الآن، بس يلي انتهيت بعطي إغلاق العرض الرئيسي بهذا الشكل. رح ننقر باليمين على الشريحة ومنغير التخطيط إلى التخطيط يلي قمنا بإنشائه قبل شوي. خلونا نبدأ بتحميل الصورة اللي نحن محتاجينها. هذه الصورة اختار فري داونلود ومن ثم داونلود. بعد ما قمنا بتحميل الصورة بتوجه إلى برنامج باوربوينت، ننقر على الأيقونة لإدراج الصورة وبحدد الصورة ونعطي مفتاح الإدراج، فبنلاحظ أن الصورة أصبحت معي بمظهر جميل جدا جدا جدا. الآن من هذه العملية كاملة، إذا حبيت تعمل إعادة تموضع للصورة ننقر على مفتاح الاختصاص، فبإمكانك الآن تكبر وتصغر الصورة وتسحبها إلى أي موضع أنت محتاجه بالضبط. خليني أصغر شوي مشان يكون الموضوع جميل وواضح لألكم بالضبط، ولكن على سبيل المثال أنا محتاج أظهر من الصورة هذه المساحة، ننقر بأي مكان لحتى نضبط أو نقوم بإعطاء الأمر الاختصاص ونلغي التفعيل تماما. الآن برجع إلى الأشكال يلي قمنا بنسخهم قبل شوي وتركناهم على طرف، رح نشوف إنه استخدام جدا جميل. رح اختار احضار إلى المقدمة وأضبط الشكلين أو الشكل فوق الصورة بالضبط. نفس الشيء الشكل الثاني كمان بعطي احضار إلى المقدمة وأضبط أيضا فوق الشكل أو الصورة يلي موجودة معانا بهذا التصميم. الشكل الأول بتوجه إلى تعبئة متدرجة ورح نختاره من لونين، انت بتختار الان التكستشر او الملمس يلي انت بترغب له. اختار لون الاخضر واختار لون الازرق الكاشف، وبعطي الان بعض الشفافيات بنسب معينة لتحصل على افضل مظهر لاضاءة الصورة. نفس الشيء الشكل الثاني بختار تعبئة متدرجة وكمان بغير بالاتجاه، بغير بالالوان، يعني اللي انت محتاجه الان. انا فقط عمالي بحول اني انا اجرب عشان الموضوع يكون واضح لكم تماما. ضمن مشروعنا او ضمن احد مشاريعنا السابقة رح اختار العناوين اللي كنا نشتغلها من قبل لحتى ما اطيل معاكم بمدة هذا الفيديو، واللي اساسا بحب انه يشاهد الفيديوهات السابقة بإمكانه يتابع المشاريع السابقة ويستفاد من هذه المهارات. خلني أسحب العناوين يكون معي وليكن بهذا الموضع، وبتأكد من المحاذاة يكون عندي توزيع أفقي، وعندي محاذاة بختارها إلى الأعلى عشان أعمل ضبط وتوزيع متساوي بالضبط. إذا عندك صورة حساب موجودة أو إذا عندك لوجو موجود بإمكانك تضيف اللوجو بهذا المكان. نحن رح نختار صورة الحساب، ولكن إذا عندك كمان لغات ممكن أنك تضيف اللغات بهذا المكان. وأيضا برجع بقول حتى أنا ما أطيل عليكم بمدة الفيديو، رح أستعين بالماتريال أو المواد الموجودة بالمشاريع السابقة. نتوجه إلى تنسيق الصورة، وبالمحاذاة بختار محاذاة إلى الوسط عشان يكون في عندي ضبط جميل جدا للمحاذاة. أضغط مفتاح الشيفت بس حبل أعلى شوي عشان يكونوا بنفس السوية بالضبط. بعد ما قمنا بتصميم الشريحة الرئيسية بهذا الشكل الجميل، كل ما هو تبقى علينا أنه نعمل نحن تكرار ونضيف شرائح بعدد العناوين، ولكن في عندي عنوان 2 3 4 5، فمنضيف 5 شرائح. المطلوب الآن هو تغيير الصوريات، وانت تبدأ بعد منا بإنشاء المحتوى. لتغيير الصوريات بكل بساطة رح نتوجه إلى تنسيق الصورة، تمام، وبختار جزء التحديد. رح نقوم بإخفاء الأشكال الموجودة بهذا المكان، بعطي إخفاء للأشكال وبحدد على هذه الصورة وبعطيها مفتاح الديليت تماما. بتوجه إلى أحد المواقع نفس المبدأ، خلني أختار صورة تانية وليكن على سبيل المثال أي صورة، أختار هذه الصورة، أعطي داونلود ومن ثم داونلود. نفس المبدأ بحمل الصورة وبرجع إلى برنامجنا، بنقر على هذا المفتاح وبحدد الصورة المنزل الثاني، رح ينزل مكانه بالضبط وأبدأ بإنشاء المحتوى بالشريحة اللي رقم 2. نفس الشيء بنغير الصورة بالشريحة رقم 3 ورقم 4 ورقم 5، وأبدأ بإنشاء الارتباطات مثل ما تكلمنا بمجمل لقاءاتنا السابقة. يلي ما تبع لقاءات السابقة رح أترك بصندوق الوصف روابط كاملة عشان أنك تضيف أي شيء على بالك وتكون قادر على إنشاء الارتباطات. لكن فكرتنا كانت اليوم بهذا اللقاء تصميم
واجهة مشروع احترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم شيء جميل ونافع، ولا أخفيكم كالمعتاد، فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم. تجزو عني كل خير، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.